سينما الأحزان والمآسي، هكذا أصبحت توصف الأفلام العربية المتنافسة على الوهر الذهبي في الطبعة 11 لمهرجان وهران للفيلم العربي. أفلام تشاركت أغلبها في سرد أوجاع الوطن العربي. الوفد السوري المشارك بخمسة أفلام بين الوثائقي والروائي القصير والطويل خيم عليه الحزن بعد أحداث السويداء. السويداء اللي وقفت قدام الفرنسيين وقدام العالم كله مش عاجزة أن تقف الآن أمام حفنة بسيطة من الإرهاب. بحب أوجه تحية كتير كبيرة لبلدنا الثانية الجزائر، وبشكرهم من قلبي على احتضانهم للشعب السوري اللي إحساسه هلأ بعد الحرب الموجود، الشعب السوري الموجود بالجزائر إحساسه الكبير بالأخوة وحاس حاله بين أهله وعائلته. نجوم من الفن السابع تركوا بصمة سلام في السينما تم تكريمهم في حفل افتتاح المهرجان، أبرزهم المخرج الجزائري فاروق بولوفا والفنانة الراحلة شادية. أي حالة في غير السلام ما راح نعيش فيها في راحة، فنتمنى إن شاء الله السلام للعالم العربي وللعالم الإسلامي ولكل الدنيا. أكيد حب وسلام وأخوة، وأنا سعيد جدا جدا أن أنا تشرفت أن أول مرة ألتقي بأجل الجزائر وهران بالتحديد، ما لقيتش غير كله حب وتقدير. السينما تجمع أكثر وتوحد شعوب أكثر، والثقافة توحد شعوب أكثر. أتمنى أن يسير النهج السياسي على منوال النهج الثقافي والسينمائي. الطبعة 11 للمهرجان أبرزت مبادرة الجزائر لترقية قيم السلم والمصالحة والتقبل الآخر التي تقدمت بها للأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام. الجزائريون ومن خلال مصالحتهم ووئامهم وتمكنهم مع العيش معا بسلام يقولون للعالم بإمكانكم أن تكونوا سعداء جميعا. هذه رسالة السينما ورسالة الإنسان. نحو 40 عملا فنيا تتنافس على الذهب في مهرجان وهران في وقت تقود فيه الجزائر جهودا لعودة مهرجان دمشق للسينما إلى الواجهة. لنعش في سلام شعار طبعة 11 لمهرجان وهران للفيلم العربي، مهرجان يمد يد السلام للعالم العربي من خلال الصورة والصوت، من خلال الشاشة الصغيرة، من خلال السينما. أسامة عبد النور من مدينة وهران غربي الجزائر، الميادين.